والعابرات المتضامنين والمتضامنات. راكم ما عارفينش القيمة التاريخية اللي سجلتوها في هذا اليوم التاريخي. والأستاذات سجلوا الاسم تاعهم في التاريخ بميناد من ذهب. وهادشي اللي كنقول لكم كيأكد لكم مسألة وحدة، هو أن جميع الأسر المغربية وجميع القطاعات كيف ما بغات تكون وجميع الفئات المقهورة وحتى الميسورة تؤكد بأن الأستاذ والأستاذة والإداري والإدارية قدم دروسا لم يقدمها حتى المنتخب المغربي كرة القدم. حتى المنتخب اللي كنحييو من هذا المنبر كيشهد لكم المدرب ديالو اللي هو الركراكي كيقول لكم ابرافو ابرافو ابرافو. إذا ما يمكنش في 2024 من هو التليفون؟ غير بهالتليفونات حفظتوهم، هالتليفونات اللي وصلوا المعاناة تاعكم، هالتليفونات اللي وصلوا المعاناة تاع جميع نساء ورجال التعليم، جميع الفيات في والقطار، هالتليفونات وبالتعبير حتى 30 درهم حفظتوا الحكومة، حفظتوا الوزارة. خاصكم تعرفوا بأنها وفي جميع الأفلام المغربية وفي جميع المسلسلات المغربية كيسالي المسلسل في النخر بأن هادو كريوس الحربة غنضحيو بهم، هادو اللي راسهم سخون غادي نضحيو بهم. وعندكم شي مرة تفكروا غتغوتوا ولا تطلبوا حقكم، ولكن هاد الفيلم خرج اليوم من الشغل، الفيلم اللي كان من إخراج الشغيرة التعليمية. إذا كنأكد لكم كنأكد لكم مرة أخرى بأن المناضل والمناضلة اللي جاوا من طاطا وجاوا من زاكورة وجاوا من تكران وجاوا من ورزازات وجاوا من وزنة وجاوا من خليفة وجاوا من الحسينة وجاوا من طنجة وجاوا من تطوان وجاوا من السبت بن كعفر وجاوا من سعيد بن كعفر وجاوا من دوار لم تمشي. وتحية للناس تاع السعابلة، هاد الناس أنا
كلكم وقسما بالله واخا تخسر 1000 درهم راك سجلتي الاسم تاعك في التاريخ واخا تخسر لي سجلتي أنا من كلمة نساء أستاذات كيف تقولون وكيقول كأستاذ عندك تقلب وجهكم على قلبت وجهكم هتفقدوا لنا الثقة نضال وعطيتهم الوعد اديهم قسما بالله لو خيرتم بين مصالحي ومبادئي لاخترت المبادئ أولا انا لا اشخص الامر هنا راه ما كانش غير انا اذا ما كانش غير انا كاين هدف كبير تاع المناضلين كل ما كانوش مناضلين ما غاديش ينسوا القاعده والمسلمه التاريخيه اشتغلوا عليها سنوات يا راسي يا راسي ادخل فوق راسك ودخل راسك بالريوس وادخل عندك اذا انتم هلستوا قواعد غادي يقريو عليهم في التاريخ في التاريخ هذا تقرا قولوا امين اذا بعد التضامن الناسي التاريخي توفير العجر تاع 45 استاذ لسابقه تاريخيه اقسم يا مصابين استاذ رب دراتين نازعة الحرب عيانين فاجئتهم ذلك المسيرة التاريخية اللي طرب وريني وسط آلاف تاع الأساتذة وما تعرقلاتش حركة السير إذا ما تعرقلاتش طرب وريني وسطكم مشهد تاريخي إذا وقسما بالله والله كل ما كانوا التوقيفات ما غادي تأكدوا من هالتضامن التاريخي أنا فرحان للتوقيفات أنا فرحان لولا التوقيفات ما غاديش تعطيو دروس لجميع القطاعات هما كيأكدوا تيقول لك قسما بالله ما نقدروا نديروا هادشي اللي داروه نساء ورجال التعليم كلهم يأكدوها جميع القطاعات العدل الصحة الجماعات المحلية كلهم القطاعات كل
انكم تاكدوا بانكم فعلا توما وما اسود القص توما وما اسود القص عليكم. ولكن ما في البرد غدين الناس اللي ربوا الفراشات وفي البرد وفي الشتاء وفي الثلج وما سهلاش باش تقطع الاف تاع الكيلومترات كنمشيو غير السياحه الحصيبه وكتقهروا الطريق كنمشيو غير السياحه الطاطا وزاكوره وكتقهروا الطريق ماذا بك واحد حتى في الصباح مع الثمانيه غيصبح خدام ولكن ربي حبنا يوم بيت ويومين بيتا بسابقة تاريخية نساء ورجال تعليم وبقينا حتى درهم السرقات والملايين جمعت عباد الله وكتعيط للمنقوص كتقول لي هاك 10,000 درهم الباردة تاعك تيكون كلها استاذ انا راه عندي الباردة عطاوني تيعطيها لاستاذ اخر أعطيت الدروس بأن الأستاذ قدوة والأستاذ مرجع الأستاذ اللي كانوا كيرسوا عليه الدوكات بالبخل وبأنه كيرسوا عنافية الأستاذ ولا كيضحي بألف درهم ألف وخمسمية درهم من الأجرة ديالو مقابل دعم الزميل ديالو وتحية لكم وتحية خاصة تحية خاصة والناس تاع طنجة العالية طنجة كتعب النفسي لعيد الفطر عيد الفطر ورمضان العشرة تاع شهرين في الدوحة مجانا وتضحية بالزملاء تاعكم إذا أنا حاولت معكم بين هادشي دابا غادي نتلاقى معكم للبرنامج الوطني اللي كان مسطر إذا التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوحيدة والثانوي التأهيلي كانوا مبرمجين في هذا اليوم شنو مبرمجين وقفة ومسيرة ومركزة أمام البرلمان ومسيرة اتجاه الوزارة أنتم كتشوفوا بأن الحكومة أخلفت التاريخ أخلفت وعودها سي عقنوش آخر من نخرج في عقنوش قال اليوم أنا ماشي بحال الحكومات السابقة الحكومات السابقة كتتبع الأساتذة اللي يديروا المسيرات أنا بخليهم يديروا مبلغ اللي بغى يخرج يخرج فينا هي الشعارة دابا حنا تبنعنا من المسيرة السلبية وكذلك تحية للموقوفين
كونوا أبكي غادي نحيدوا الإدارات وغادي نحيدوا التوبيخات. كونوا هاني كونوا هاني. متنساوش تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.